لا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أنواع الاضطرابات التي تحصل عند الحامل بين فترة يعني الشهر الحادي عشر والشهر الرابع والعشرين. طبعا يجب على طبيب الفحص في هذه الفترة فحوصات دقيقة جدا، والكشف عن إذا كانت يعني في اضطرابات متواجدة في فترة الحمل، أو اضطرابات في الجنين، أو نوع من أنواع الأمراض المتواجدة في الجنين. وغالبا يعني قد يكتشف الطبيب نوع من أنواع الاضطرابات مثل الاضطرابات الصبغية الكروموسومية، والتي يعني تتضمن متلازمة داون ويعني أمراض أخرى مثل التثلث الصبغي 18، ويعني التيروبوسومي 18، نوع من أنواع الأمراض الجينية. أو يعني قد يعني تواجه الطبيب أمراض مثل متلازمة داون المتقدم أو المتطور أو المتشوه، أو أيضا متلازمة أدادورز ممكن تواجه الطبيب في هذه الفترة. أيضا بالإضافة إلى يعني مشاكل أخرى مثل مشاكل عيوب القلب الموجودة يعني بكثرة جدا في الأجنة. وغالبا يعني نتيجة التحليل قد يقترح الطبيب القيام بعدد من الاختبارات الأخرى للكشف يعني على اضطرابات أو مشاكل أخرى عندما يرى أي نوع من أنواع الاضطرابات المتواجدة في هذه الفترة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.